السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الساعة الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعنوان: الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعا استثنائيا في العاصمة نواكشوط بعد انقطاع استمر 3 أسابيع. البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018 وتباين في الآراء بين النواب بشأنه. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يستعد لعقد مؤتمره العام منتصف الشهر الجاري وسط ترقب لتجديد هيئته. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. عقدت الحكومة الموريتانية صباح اليوم اجتماعا استثنائيا بعد 3 أسابيع على عدم عقد اجتماع شارك خلالها الرئيس وأعضاء الحكومة في النسخة 8 مهرجان المدن القديمة المنظم بمدينة ولاتا وفعالية ذكرى عيد الاستقلال بمدينة النعمة. هذا وينتظر أن تحتضن نواكشوط يوم الخميس القادم موعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة اجتماعا لدول الساحل الخمس. صادق نواب البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدوها الاثنين على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018. وفيما انتقد نواب معارضون الصفقات العمومية التي قالوا إنها تمثل نسبة 50% من الميزانية، أشاد نواب آخرون موالون للنظام بما وصفوها الإصلاحات التي تحققت في قطاع المالية. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. الحكومة الموريتانية تستعرض أمام البرلمان في جلسة عقدها الاثنين مشروع القانون المعدل لميزانية الدولة للعام 2018، وهي الفرصة التي طرح النواب فيها عددا من المشاكل التي يقولون إن المواطنين كلفوهم بإيصالها، حيث دعا نواب في الأغلبية إلى الحد من الازدواج الضريبي ومحاولة دمج الضرائب في واحدة تؤدى لوزارة المالية. وزير نختار نتكلم لكم عن النقطة الأولى، هي قضية توحيد الضرائب والحد من تعددها وتشابكها وتداخلها على دافعي الضرائب. البلدية تعطي ضرائب والمجموعة الحضرية كانت تعطيها ولا يجي المجالس الجهوية هم اللي تعطي قباصي. نختار في إطار استراتيجيات اللي باركين معاها في تطوير ذاك المجال يخلي نوع من التوحيد، إياك يعود مواطن يدفع لها ضريبة واحدة إلى قد والله على الاقل تعرف الجهه الواحده اللي يدفعوا للمجالس المحليه وكم اللي يدفعوا ضريبه لوزاره الماليه. وتطرق نواب معارضون الى الصفقات العموميه قائلين انها مثلت نسبه 50%، مهاجمين جوده المنتج الذي تؤدي اليه هذه الصفقات. مع واحد معين، وبالتالي ظاهر يعني يلا يعطاهم الوقت الكافي به اللي النواب عندهم وجهات نظر كاملين، وإذا ما هي قضية سياسية فيها يستفيد منها الموالي والمعارض، المواطنين يحانوا يسمعوا مشاكلهم انطرحت على الجهاز التنفيذي. فيما أثنى نواب آخرون على ما سموها الإصلاحات التي تحققت في قطاع المالية خلال السنوات الأخيرة. قانون بالغ الأهمية ويتنزل في إطار تعديل قانون المالية الأصلي سالف الذكر، و ذاك ناتج عن توقعات لإيرادات لم تكن بالطريقة اللي كانت متوقعة. وأنا بعد وكانت الحكومة الموريتانية قد أودعت لدى البرلمان الموريتاني بعد تنصيبه بضعة مشاريع قوانين من ضمنها مشروع قانون ميزانية 2019 الأصلي ومشروع تعديل على قانون ميزانية 2018، وقد رفعت لجنة المالية بالبرلمان تقريرا عن الأخير في افتتاح هذه الجلسة. انسحب نواب المعارضة من الجلسة العلنية المخصصة لنقاش الميزانية، وذلك احتجاجا على تحديد 3 دقائق للنائب من أجل التدخل للتعليق عليها. وقد عاد النواب إلى القاعة بعد التوصل إلى حل يقضي بمنح النائب 5 دقائق للتعليق، على أن يتم الاتفاق لاحقا على توقيت المداخلة خلال مختلف الجلسات العلنية. غرضهم فيه إلا ضمان للنائب، سواء هو منه سواء معارض وسواء غير معارض، على انه يقوم مهمته اللي جابته هون للقاعه، وهي تمثيل
الشعب الموريتاني ذاك اللي يسمع منه وذاك اللي يعرف عنه. وبالتالي اقترحنا ذاك الوقت ما هو تجاوزا للي قلتوا انتم ولا غير هو الحد الادنى حسب التجربه اللي عندنا وحسب التجربه اللي كانت اصلا تمارس في ذا البرلمان اللي هو. واللي جاونا اخوتنا زملائنا وعدوا مساعي حميده ما نقدوا الوجوه اللي جات نردوها وسمعنا ملي علينا تجاوبكم انتم مع ذا اللي سعوا فيه فنا لا نجبروا ذيك خمس دقائق في الجلسه ونعاقب ذاك نجبروا وقت نشدوا فيه اخبار قضيه الوقت وقضيه تحديده بشكل نهائي بيننا وبتفاهم بين كاملين ما هو فم حيف على حد ولا فم ملي تجاوز ومطالب بشيء مستحيل. رأينا رجعنا وراجعين للغرض اللي هو ونختاره وتعود هذه بداية حسنة في التواصل بين نحن وزملائنا في الأمور اللي تتعلق بالسير الحسن لهذه الجمعية نعود كاملين ماشيين فيه ونعود كاملين مستعدين له. احتج النائب في البرلمان عن حزب النائب البرلماني عن حزب اتحاد مجلس الجمهوريه المرابط والبناهي على عدم منح النواب الوقت الكافي للتعليق على مشروع قانون للميزانيه، مضيفا انه من غير المقبول ان يحصل خلاف بين النواب على اساس الوقت. وقال البناهي في مداخله له ان البرلمانيين انتخبوا من اجل رقابه اداء الحكومه وطرح مشاكل الشعب، معلنا رفضه عدم زياده الوقت للنواب من اجل الحديث. سيد الرئيس ما مقبول ولا صالح ولا زين نمد في جلسه علنيه تعود متعاقبه لانها تكلم خمس دقائق، احنا الحمد لله عندنا الوقت والنهار طويل واربع سوايع اربع حنكمل طول عمرك، حنكمل رئيس طايل الكلام حنكمل اللي نقول. اربع سوايع من النهار 12 ساعة ما قل منهمش، واحنا ما لنا عجالة نقول تلحق الصلاة نوقفوا ولين نفتروا نوقفوا دقائق. ويا الله السيد الرئيس ما تعود مشكلة البرلمان الموريتاني في النار واقيج ما يتكلم هو رقاش منتخب هون إياك يتكلم خالق شو يقولوا بعض الناس أنا ماني موافق عليه إن خالقين واحدين عندهم هم والشعب ذاك الناس كاملة تمثل ومنتخبة وكلها مكلف أساسا برقابة عمل الحكومة والله سن القوانين يا غير يقدم اللي تم يتكلم يا عيان وضاع بعض البليدات يا غير تعذرها الناس كاملة ولا يصح السيد الرئيس إن مده في برلمان تعود محاكمة عن أرواقيج إنهم يتكلموا 10 دقائق وربع ساعة وعشرين ساعة بالله تفوت مدى نهارين والله ثلاثة ما تتواسع يا غير 5 دقائق ما خالك شيء أقل منها وحد قال منه هون خاسر إذا قال رقاش رأي في 5 دقائق والله ما يخاسر ولا تخسر شيء ولا فيها ضرر ولا تعني البرلمان ولا تعني الحكومة ولا تعني المعارضة ولا تعني الأغلبية نايب منتخب إذا يفوت 5 إيمان في برلمان يعود يلا كل جلسه خلقت هو عنده مشكله انه يلا يتكلم الا دقيقه واحده هذا بعد السيد الرئيس انا ما هو زين عندي. يستعد حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه الحاكم عقد 3 مؤتمرات لهيئات الحزب خلال الشهر الجاري، ابرزها المؤتمر المرتقب ان ينتخب خلاله رئيسا جديدا خلفا للرئيس الحالي الذي عين مؤخرا وزيرا في الحكومه. وقد طلب الحزب من رؤساء اقسامه شرد مناديب المؤتمر الذين ترشحوا ضد الحزب خلال الانتخابات الاخيره للبت في قرار مشاركتهم. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يستعد لتنظيم أول مؤتمر للجنته الشبابية يومي 7 و8 من الشهر الجاري لانتخاب هيئاته، كما يستعد الحزب لتنظيم مؤتمر للجنته النسائية يومي 9 و10 من نفس الشهر، وينتظر أن ينظم الحزب مؤتمره العام يومي 15 و16 من شهر دجنبر، مؤتمرات يسعى من خلالها الاتحاد من أجل الجمهورية إلى تجديد هيئاته قبل حلول عام 2019 المرتقب أن يشهد تنظيم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس الحالي محمد العبد العزيز، كما أعلن عن ذلك في أكثر من تصريح. وينتظر أن يختار الحزب رئيسا جديدا له خلفا للرئيس الحالي سيدي محمد المحم المعين مؤخرا وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة. وفي إطار الاستعداد للمؤتمر المرتقب تداولت بعض المواقع الإلكترونية الموريتانية
أن الحزب طلب من رؤساء أقسامه على مستوى المقاطعات جرد أسماء مناديب المؤتمر الذين ترشحوا ضد لوائح الحزب خلال الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي نظمت شهر سبتمبر الماضي، وذلك من أجل البت في قرار مشاركتهم في المؤتمر. وكان الرئيس محمد عبد العزيز قد أعلن خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أن مناديب الحزب الذين ترشحوا من خارجه أو عارضوه لن يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمر الذي يفصل عن حلول موعده أقل من أسبوعين. وقد وصل عدد منتسبي الحزب وفق الأرقام المقدمة من طرفه 1,115,000 منتسب، ويحق لكل 500 منتسب اختيار مندوب عنهم للمشاركة في المؤتمر العام. إقليميا، عثر على مخبأ للأسلحة بالقرب من الحدود بين مالي والجزائر، وتشمل هذه الأسلحة قذائف صاروخية وقنابل يدوية إضافة إلى بنادق ورشاشات، فيما لم يتم الإعلان عن الجماعة التي تتبع لها هذه الأسلحة. هذا ويشكل تأمين الحدود أبرز أوجه التعاون الأمني بين الجزائر وباماكو، ويؤكد طرفان المالي والجزائري على إرادتهما في تكثيف التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. التفاصيل في هذا الإعلان. الإعلان عن العثور على مخبأ للأسلحة بالقرب من الحدود بين مالي والجزائر، وتتضمن هذه الأسلحة بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية قاذفات صاروخية وقذائف وقنابل يدوية وبنادق ورشاشات وأنواع أخرى مختلفة. وقدرت وزارة الدفاع الجزائرية عدد الذخائر التي تم الحصول عليها بمخبأ الأسلحة ب4,344 ذخيرة، ولم يتم الكشف عن الجماعة المسلحة التي تعود لها هذه الأسلحة المخبأة، وتنشط بالقرب من الحدود بين الجزائر ومالي عدد من الجماعات المسلحة، ويشكل نشاطها تأثيرا كبيرا على أنفس وممتلكات مواطني البلدين. ويشكل الأمن الحدودي بين الجزائر ومالي أحد أبرز أوجه التعاون الأمني بين البلدين، وقد أشرفت الجزائر خلال العام 2015 على توقيع الأطراف المالية اتفاقا للسلم والمصالحة، واحتضنت عددا من الجولات الخاصة بهذا الاتفاق قبل أن يتم التوقيع عليه بالعاصمة باماكو. وتواجه مالي تحديات أمنية في عدد من مدن الشمال والوسط، إلى جانب تحدي الاقتتال الداخلي بين بعض الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من وجود القوات الأممية والفرنسية منذ 6 سنوات، فإن الوضع الأمني لا يزال مضطربا في البلاد. وكانت الجزائر قد أيدت التدخل العسكري الفرنسي في الشمال المالي لدى سقوط عدد من المدن بأيدي الجماعات المسلحة عام 2012. ويؤكد الطرفان المالي والجزائري على إرادتهما في تكثيف التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وقد احتضنت العاصمة المالية باماكو في العام 2016 أعمال الدورة 11 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول الشمال المالي. مغاربيا، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز استمرار حجم الدعم الغربي المقدم للواء المتقاعد خليفة حفتر باعتبار مركزيته في الجهود الدولية الهادفة إلى إحلال الاستقرار في البلاد. وأضافت الصحيفة أن حفتر يحظى بدعم متزايد من طرف الدول الأوروبية، حيث تعتبره طرفا ضروريا في أي اتفاق سلام مستقبلي. التفاصيل في هذا التقرير. أكدت صحيفة نيويورك تايمز ارتفاع مستوى الدعم الغربي والإقليمي للواء المتقاعد خليفة حفتر كشخصية مركزية في الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار في ليبيا. وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته إلى أن حفتر مع توسيع نفوذه في البلاد يحظى بدعم متزايد من قبل الدول الأوروبية، فيما تبقى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الظل. وذكرت الصحيفة أن بعض الزعماء الغربيين يعتبرون حفتر طرفا ضروريا في أي اتفاق سلام مستقبلي بليبيا، بغض النظر عن رفضه الاتفاق السابق المبرم في العام 2015 وإصداره أمرا بعدم احتجاز الأسرى من المسلحين المجابهين لجيشه. وأكد التقرير أن حفتر عقد في الأشهر القليلة الماضية اجتماعات مع مسؤولين روس وبريطانيين وإيطاليين وغيرهم، حيث بحثوا مساعي إنهاء القتال وتقديم التسوية السلمية للخلافات الداخلية الليبية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله بطبيعة الحال سنرى دورا لحفتر في أي مستقبل لليبيا، ثم تابع ردا على سؤال حول إمكانية بسط حفتر حكمه على كامل البلاد، إن ذلك يتوقف على إرادة الشعب الليبي. وأوضحت الصحيفة أن الشركات النفطية الأوروبية التي لديها مصالح في ليبيا أطلقت مشاريع مشتركة مع حكومة الوفاق، لكن معظم البنى التحتية النفطية تقع بالفعل تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر. وأما بخصوص فرنسا فقد أرسلت قواتها لمساعدة حفتر في معركته ببنغازي، حيث قتل 3 من جنودها في العام 2016. وعلى الصعيد الإقليمي حصل حفتر على دعم مصر والإمارات حسب المؤسسة الأممية الخاصة بمراقبة تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة وأبوظبي تريان فيه حليفا ضد الجماعات الإسلامية المدعومة من قطر وتركيا. وذكرت الصحيفة أن حفتر لم يهتم على ما يبدو بالاهتمامات الموجهة إلى قواته لتورطها في مخالفات حقوق الإنسان. ونفى المتحدث باسم القيادة العامة التابعة لحفتر أحمد المسماري ضلوع أي من ضباطه في حالات التعذيب والتجريد القسري. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعا استثنائيا في العاصمة نواكشوط بعد انقطاع استمر 3 أسابيع. البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018 وتباين آراء النواب بشأنه. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يستعد لعقد مؤتمره العام منتصف الشهر الجاري وسط ترقب لتجديد هيئته. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. الواحدة والنصف تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد وتناقش موضوع أوضاع الجالية الموريتانية في ألمانيا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.